أظن أن سياق إطلاق مبادرة نداء مكناس والذي قام به مجموعة من المثقفون والفنانون والفعاليات الإعلامية والفعاليات الحقوقية سواء من ياس مكناس أو من المغرب أو خارج المغرب، هو يأتي في سياق أن أولا أن مكناس مدينة لها مجموعة من المقومات التاريخية والثقافية لكي تصبح مدينة للثقافة والثقافة والفن، ولكن مقابل هذا نلاحظ أنه في مدينة مكناس غياب للمؤسسات الثقافية وأن المدينة توسعت كثيرا سكانيا وعمرانيا، ولكن مع الأسف غياب المؤسسات الثقافية التي يمكن أن تقدم خدمة ثقافية وفنية للشباب. من هذا السياق لاحظنا مؤخرا تم الإعلان عن بيع في المزاد العلني للسينما الأطلس، من ثم كانت المبادرة وكان النداء أولا لوقف هذه المبادرة هذه ديال بيع السينما، ولما لا أن هذه السينما اللي هي تقع في حي روامزين حي قلب مدينة مكناس وبجانبها مجموعة من القاعات السينمائية الأخرى كسينما الأطلس كسينما مونديال وسينما أبولو، هذه المعالم اللي أنها مهملة ومسروقة للنسيان ومعرضة للتدمير. إذا نحن كفعاليات نقول بأنه ما دامت مكناس كتاريخ وكتراث ثقافي ما فيهاش مؤسسة ثقافية، لما لا أن هاد القاعات ديال السينما تحول إلى مؤسسة ثقافية، مؤسسات اللي يمكن تقوم دور تكوين والتربية والثقافة للشباب. بالإضافة إلى هناك حي مثلا حي برج مولاي عمر وحدة حي آخر فيه سينما اللي معرضة للتدمير وللنسيان هي السينما الملكي، لما لا أن هاد السينما تحول إلى قاعة لدار شباب أو مؤسسة للتكوين الثقافي والفني. إذا النداء ديالنا لا يأتي ما عندوش أجندة ديالو الوحيدة هي الغيرة على مدينة مكناس. نحن لا نتهم أحد، نحن نتهم أنفسنا، نحن نوجه النداء للساكنة للمثقفين للجماعات الترابية لوزارة الثقافة لعمالة مكناس لجميع المسؤولين. لا نريد لسيناريو سينما الريجو أن يتكرر. سينما الريجو معلمة تاريخية أقول فرطنا فيها وفرط فيها المكناسيون وهي خسارة لهذا الوطن. معلمة كسينما الريجو التي دمرت والمسؤولون هم معروفون الذين دمروها وساهموا في تدميرها. أقول أن هذا السيناريو لا يجب أن يتكرر. هناك فضاءات ثقافية مهملة يجب إعادة الاعتبار إليها، يجب أن تقتنيها سواء الجماعات الترابية أو وزارة الثقافة لكي تلعب دورها الحقيقي. لا يجب أن تبقى هذه المؤسسات أو هذه الصالات السينما معرضة للإهمال والنسيان، يجب أن نقوم بدورنا، ونحن فقط وجهنا صرختنا. سنقوم بجميع ما يمكن أن نقوم به في إطار المسائل القانونية للنداء ولدق ناقوس الخطر، لأن نلاحظ بأن شباب مدينة مكناس محتاجون إلى الثقافة والتربية. وأظن أنا في نظري يمكن أن تكون هذه حملة موجهة ضد الثقافة والفن، لأن الثقافة والفن يشكل الخطر على بعض الجهات. أظن يجب أن يكون الثقافة والفن حل للشباب، حل في التربية. الثقافة والفن يجب أن تساهم في تربية المواطن، ومن خلال ماذا؟ من خلال هذه المؤسسات، المؤسسات التي يمكن أن تكون سواء متاحف سواء قاعة للمسرح سواء معاهد للموسيقى سواء معاهد للتربية التشكيلية. هذه القاعات هي موجودة وفي ملك الساكنة، يجب أن تقوم بدورها في الثقافة والتربية. مكناس لها تاريخ عمراني وتاريخ ثقافي ممتد في الزمن، وأن الإنسان يعيش بذاكرته الثقافية، وأننا دورنا فقط هو أن نحافظ على هذه الذاكرة الجماعية، ذاكرة الشعب من النسيان، ذاكرتنا بتراثها المادي وتراثها اللامادي، بالوجدان المشترك للمغاربة ولهذه المدينة يجب أن نحافظ عليها. أظن أن المستقبل في الحفاظ على ذاكرتنا.